شهري السواني، شهري السواني. اليوم الجمعة، اليوم 16 فبراير. حاول نصور لكم شوية. هذا القراب، وهذا هاد الأسوار خدامين فيها مزيان، خدامين في ليسطون. ماشي ليسطون. قال لي واحد الاخ سميه لي شابيتو، لي شابيتو ماشي ليسطون. انا نولي نصورهم لكم. شوفوا الشارج بعدا، شوفوا الشارج من الداخل، راه الحمام كيتسارى فيه، ولكن عاطي الله طاك تبارك الله مزيان لهذا الشيء. هذا هو الشارج. الجو مغيم اليوم الجمعة، اليوم 16 فبراير 2024. راه القراب يعني الخدمة لداخل تسالات، بقاو غير هاد الجنبات، بقاو يزيدو الضو، دوك لي بروجيكتور لي عوالين يديرو. كاين العمال، ولكن دابا هبطوا هادو. هاد السور كان عامر بالعمال، هبطوا دابا استعدادا للصلاة، صلاة الجمعة. هذا باب العودة، وهذا خدمة. هنا عاطي الله طاك مزيان، هنا هاد البلاصة، هاد بلاصة المعريض.
ده شارع باب مراح تيخرج القصر المحنشة. هادو لي شابيطو هنايا خدمة. ندخلوا لجناب بن حليمة نشوفوا. هذا جناب بن حليمة باب العودة. هادي لاكاديمي رويال، لازنا نيشان، كاين على الفاسي وشارع عبد الكريم الخطابي ديور جداد، أنا هادي لاكاديمي رويال، حنا غادي نرجعو على باب العودة، هادي جنان بن حليمة، هاهي جنان بن حليمة، الدخلة ديال مخازن الحبوب. علي شابيطو باب العودة. هادي الطلعة ديال لاتيراس، شارع السواني وموراه ديور جداد، مسجد الحسن الثاني
هذا السور المحبة، نقولوا له السور المحبة. إذا هو هذا شعري السواني اليوم، واستعدادات المعرض اليوم، اليوم الجمعة، اليوم 16 فبراير. تبارك الله عليكم، السلام عليكم.